السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد. النهاردة معايا موقع جديد من مواقع الذكاء الاصطناعي اللي بيستخدم في توليد 3D models أو عناصر ثلاثية الأبعاد. الموقع ده حتى الآن مجاني، ولكن الاستخدام هيكون على الديسكورد، فلازم يكون لك حساب على الديسكورد. وأنا كنت اتكلمت أيضا من قبل على كيفية إنشاء حساب على الديسكورد على القناة، إن أنت هتكتب lumalabs.ai/jenny، هيطلع عندك دلوقتي على الشاشة وهيظهر لك في نتيجة البحث الرابط اللي أنت هتروح عليه، وهو جيني تول التابع للوما لابس. هنبتدي ان احنا نروح لكرييت اون ديسكورد، لان عملية الكرييشن الخاصة بال 3D مودلز هتكون على الديسكورد، فهدوس على كرييت اون ديسكورد. هنا احنا رحنا للوما، وهنا هيطلب منك لأول مرة ان انت توافق على التيرمز اند كونديشنز قبل ما تشتغل. بعد ما هتوافق على التيرمز اند كونديشنز هتبتدي تروح لجيني مثلا اي واحد من دول علشان تبتدي تنشئ اول 3D موديل ليك. كل اللي عليك ان انت تدوس سلاش، وطبعا هو بينصحك ان انت تجرب الجايد عشان تعرف بيشتغل ازاي، لكن احنا هنا جايين نقول لك هو بيشتغل ازاي. انت بتعمل سلاش وبتكتب جيني، او بيظهر عندك أول اختيار بالمنظر ده، وبتبتدي تكتب الأمر الخاص بالـ 3 موديل اللي أنت عايز تنشئه. وطبعاً دي كلها ناس عاملة 3D موديلز زي ما إحنا شايفين. وأنا بنصحك إن أنت تروح لشات جي بي تي، تطلب منه إن هو يديك الديسكريبشن الخاص بالموديل اللي أنت عايزه عشان يديهولك بتفاصيل دقيقة يقدر يتعامل معاها جيني، ويديها لك برضه النتيجة أيضاً بتاعته تكون دقيقة. أنا هنا بس هروح بسرعة لشات جي بي تي، هقول له Give me a description for couch. اديني description لي couch. couch اللي هي الكنبة. هنشوف كده مع بعض ايه هي description اللي هو هيديها لي. طبعا description طويل جدا، ممكن ما اخدش كل ده. A couch in the context of a large designed for كذا typically feature. تعالوا كده ناخدها كده كوبي ونروح لجيني ونكتب الامر بالمنظر ده كده. وهنا كمان في امرين كمان، السيد والنيجاتيف برومت. والسيد لو انت عندك السيد الخاص بالموديل، عندك موديل معين قبل كده شفته وعايز تاخد السيد ده وتبتدي ان انت تحطه عشان تنشئ زيه، عندك نيجاتيف برومت معين، اي امر سلبي معين، تقدر تستخدم التو مور اوبشنز التانيين الموجودين. أنا هنا هدوس Enter علشان أستنى النتيجة وأشوف جيني هينشئ لي 3D موديل شكله عامل إزاي. دي الكاوتش اللي هو عطاها لي. أقرب حاجة ممكن تكون الأولانية، فممكن أنا أروح أقول له Refine One. Refine One يعني كل واحد من دول واخد رقم 1 2 3 4. ريفاين 1 خليها لي مور رياليستيك، يعني خليها لي رياليستيك اكتر. يعني بعد انت ما تختار اي واحد من دول انت عايزه، هنا بتختار الحاجه تكون مور رياليستيك لو دوست على ريفاين 1 لو انت حابب. طبعا لو مش حابب بتروح فيو اند داونلود اللي هو الاختيار ده، بيوديك على الويب سايت على ما يعمل ريفاين، ان الريفاين بياخد وقت شويه. تعالوا نبص على الفيو اند داون لود، ان احنا نشوف واحد واحد من دول كده بالمنظر ده. ادي اهو ده موديل، موديل ده موديل برضو، وده موديل برضو. لو انا عايزه الديفولت ده، الشكل الديفولت مش عاجبني بصراحه، شكله مش حلو. ممكن اروح ان انا اختار ان هو يكون بلاستيك، او ممكن يكون ميتال، او ممكن يكون كاستم. كاستم يعني يعني هنا مثلا عايزه ميتال قد ايه في ميتال، والرفنس بتاعته انا عايزاه رف مثلا، عايزه الميتال فيه اكتر فبزود مثلا الميتال فيه اكتر. وهنا
هبتدي ان انا اختار الجهة اللي انا عايزاها واعملهولي بشكل معين كده، كأن هنا في شكل، فانا اقدر ان انا اتحكم كمان في الرفنس، اقدر اتحكم في الميتال ولا بلاستيك. انت بتختار كمان عن طريق الموقع الشكل اللي انت عايزه. انا شايفه ان الميتال هنا شكله احلى، ممكن اروح مثلا لشكل تاني زي ده كده. هنا هبتدي ان انا اقول له البلاستيك ولا الميتال ولا انه افضل. انا شايفه برضو الميتال هنا احلى، وممكن اروح هنا اغير التنت اللي هو شبه الشادو ده كده. ممكن ان انا مثلا اروح احط حاجه تانية، يعني انت ممكن تعمل الشادو هنا، الشادو ابيض، ممكن انت تعمله اسود لو حابب. فهنا ممكن تحط الكود. وبعض الناس ممكن تقولي طب انا اجيب الكلام ده منين؟ الموضوع ده يا جماعه بسيط جدا جدا، انت هتدوس هنا وتبتدي تختار الشادو اللي انت عايزه. يعني الموضوع بسيط جدا جدا. انا شايفه كمان ان هنا احلى، الشكل كده احلى. الكاوتش دي عباره عن 3 سيتس، ودي 3 سيتس بالمنظر ده. ممكن اقلل الميتال شويه او ازود الميتال شويه. وفي الاخر خالص بتبتدي تعمل داونلود، ممكن تشارك الموديل مع حد لو انت عايز، وممكن انك انت تعمل داونلود مثلا ب اف بي اكس، اي فورمات من دول. ممكن تعمل داونلود جي ال بي. هو لسه ما عملش ريفاين، الريفاين بياخد وقت شويه، يعني خد معايا وقت كبير بصراحه لحد ما خلصه. لسه الريفاين، تعالوا كده نبص بس عليه، لسه الريفاين ما خلصش 50%، لسه ما خلص، ان شاء الله هنرجع له. هنا هقول له في جيني واحط امر، ممكن اقول له a black او brown modern sun glasses for woman، يعني حاجه تمشي مع الومن. وابتدي ان انا ادوس انتر. المره دي بقى ولا استعنت بشات جي بي تي ولا حاجه، ساعات بيكون الامر البسيط افضل، ممكن يديني نتيجه احسن. انا بجرب معاكم. ادي النتيجه، النتيجه ممتازه جدا 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 جدا. اعطيني 3 موديل زي ما طلبت منه، براون سان جلاسز فور وومن. هبتدي اروح اعمل مثلا ريفاين 1، او اروح على طول للويب سايت بتاعي. هنا انا عملت ريجنريت مره تانية لانه خد وقت على ما يعمل لي بريبيرنج، فعملت ريجنريت، والنتيجه كمان الثانيه افضل من الاولانيه. هنا هبتدي اروح على الويب سايت، وهنا ادي الاربع او الفور موديلز بتوعنا زي ما احنا شايفين. لو دوست على اول واحده كده هبص الاقي دي اول واحده عندي، ودي تاني واحده، تالت واحده، رابع واحده. انت بقى بتشوف انه واحده عجبك في الموديل دي. انا هختار دي، ممكن طبعا تروح تعمل ريفاين، وانا افضل ان انت تروح تعمل ريفاين. دي نمبر 4. وبعد كده بتبتدي ان انت تعمل لها داونلود، وتبتدي ان انت تستخدمها على البرامج المخصصة بفورمات مختلفة زي ما احنا قلنا في الاول، او تفتحها على بينت 3D. دي حاجة رجع لك. طيب هروح مرة تانية كده بشكل اخير ابص هل الريفاين خلص ولا لا، لان انا عايزة اوريك الفرق كمان ما بين الريفاين والعادي، عشان كده الريفاين بياخد وقت، والريفاين المفروض انه بيخليها مور رياليستيك، بيطلعها لك بشكل حقيقي. ادي الريفاين بالمنظر ده، هتلاقي في فرق كبير ما بين الشكل الاولاني والريفاين، مور رياليستيك. عايزها بالشكل ده او عايزها ميتال، او تبتدي ان انت يعني تظبط في الرفنس وفي الالوان، دي برضو حاجه راجعه لك. فانت تقدر انك انت تختار اللي انت عايزه، وايضا في الاخر خالص بتعمل لها داونلود. طبعا الريفاين من وجهه نظري شكله رياليستيك اكتر من العادي، ده الديفولت، ده الشكل الديفولت او العادي. اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده. على قناه كل يوم موقع جديد بنحاول نقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد، خاصه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونتناول مواقع مختلفه حسب انت عايز تستخدم الموقع في ايه، لان مش كل الناس اكيد بتركز على الصور او الفيديوهات او الصوت بالذكاء الاصطناعي. بنحاول ندور ايضا على مواقع تخدم شريحه كبيره جدا من الناس بشكل كبير، توفر عليها وقت وتوفر عليها مجهود. زي ما بقول لك في نهايه كل فيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو كنت من متابعينا الاعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.